بركة العمر، بركة العمر. العمر في حاجتين، لما يقولك ايه ربنا يديك طولة العمر بالصحة، طولة العمر من غير ما تحتاج حد، لا تشيل فيه ولا تحط، ده مهم جدا. تخيل الواحد يكبر في العمر وبعدين أمراض، وبعدين يبقى عبء على أهله وحبايبه، دي صعب جدا. فيقول لك ايه، اديني عمر على قد صحتي. خلوا بالكم، لانه ساعات الابواب السماء مفتوحة وبتتكلم كده دغري مع ربنا سبحانه وتعالى، تقول له يا رب، يا رب طول عمري واديني طولة العمر يا رب، اديني طولة العمر يا رب، بطول لك عمرك. بس انت ما دعيتش مظبوط، اديني طولة العمر على قد صحتي. ودايما الستات المصريات حلوين قوي وجمال، بيبقى عندهم اولاد يقول لك يا رب تجعل يومي قبل يومهم، انا ما استحملش يعني اي حاجه تحصل. فدايما دي الدعوه انا بتعلمها او اتعلمتها من والدتي، كانت دايما تقول كده، اقول لها بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده يا ماما، لا 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 لا، تقول لي بس اما تكبري هتعرفي. فعلا دلوقتي اقول يا رب يجعل يومي قبل يوم ولادي وقبل يوم احفادي وقبل يوم حبايبي، انا اللي ابتدي. طيب بره بقى، احنا هنا بناخد الناس الحبايب بناخدهم زي ما بيقولوا ايه، مضمونين، الراجل مع الست، ده زي كرسي وزي العربيه زي الكنبه، خلاص مضمون، عارف ان هو هيرجع يلاقي الكنبه دي، عارف هيرجع يلاقي الاكل. لا، في حاجات مش مضمونه، اللي هي زي ما قلنا بالنسبه لطوله العمر. لما تيجي بقى البركة في العمر بتحصل ازاي؟ احنا بنكبر، لو انت احتاجت نظارة زي حالتي كده انا بلبسها في القراية، دي مش يعني مش بصيرة، دي بصر. انما تكبر يبقى عندك بصيرة، في فرق بين البصر والبصيرة. ربنا يقوي بصرنا ويقوي اكتر واكتر بصيرتنا، لان البصيره جوانا، اللي هي الاحساس بالاشياء، اللي هي بالتقدير العام للمواقف. بره بقى بيلاقوا ايه، اول ما الواحد هناك يبقى عنده 70 سنه يلاقي تنهال عليه عروض العمل. هتقول له يا ماما نجوى بتقول ايه، عشان هي يعني كبرت، هي عشان هي بتروج للعواجيز. لا والله، ده هما بيلموا الناس اللي هي كبار 60 سنة وما فوق لغاية 80 سنة. شوفوا بايدن، شفتوا بايدن؟ وعايز يرشح نفسه كمان لغاية لما يبقى بقى عنده 90 سنة. هما بيحترموا جدا ايه، العقل والتجربة.